السلام عليكم. حلقة اليوم هي حلقة خاصة للأشخاص الحابين السفر إلى الهند لغرض السياحة، لأن راح أتكلم بها عن 8 أمور ضروري نعرفها قبل التفكير بالذهاب إلى الهند. فيلا بينا وخلنا نبدي بهذا الموضوع الممتع. الأمر الأول اللي لازم نعرفه عن الهند هي أن الهند يطلق عليها بشبه القارة الهندية، لأن مساحتها كبيرة وبها عدة مدن كبيرة، وسكان هذه المدن ممكن عاداتهم تكون مختلفة ولغتهم تكون مختلفة، وحتى المناخ والجو يكون مختلف بهذه المدن. ومن أهم الأمور اللي لازم ننتبه لها أثناء تخطيطنا لزيارة الهند لغرض السياحة هو المناخ والجو في هذه المدينة اللي رايحين لها، لأن مثلا إذا زرنا مدينة في جنوب الهند راح نشوف المناخ ممكن يكون معتدل وبنفس الوقت من السنة، وإذا زرنا مدينة أخرى في وسط الهند مثل مدينة مومباي راح نلاحظ ساقط للأمطار بشكل يومي تقريبا، والموسم اللي يدعى بالمونسون. وإذا زرنا العاصمة الهندية دلهي في نفس الوقت راح نلاحظ أن الجو صيف وحار يشبه الحر في دولنا العربية. وبنفس الوقت أيضا إذا رحنا للمدن اللي تقع في شمال الهند مثل كشمير أو مثل شملة راح نشوف أن الجو بارد بها، وممكن نلاحظ تساقط للثلوج في نفس الوقت من السنة. فضروري جدا أن ننتبه إلى المناخ حسب المدينة اللي رايحيلها واللي مخططين الذهاب إليها. ومثال آخر لتوضيح أهمية المناخ والاستفسار عن الجو في المدينة اللي حابين السفر إليها في الهند، فلنفرض قررتوا السفر إلى مدينة أجرا ولزيارة ريد فورت وتاج محل اللي يعتبر واحد من أهم المعالم الإسلامية والمعالم المعمارية اللي تم إنشائها من قبل المسلمين في العهد المغولي للهند. إذا زرنا تاج محل في آخر شهرين من السنة أو في أول شهرين من السنة فرحلتنا راح تكون موفقة ورحلة سعيدة ورحلة من العمر، لأن هذا هو موسم زيارة تاج محل. بينما إذا زرنا تاج محل في هذا اليوم وفي هذا التاريخ في الشهر السابع راح تكون رحلة سيئة بسبب المناخ السيء والحار والجاف في هذا الوقت. لهذا السبب ضروري جدا نستفسر عن المناخ في المدينة اللي حابين السفر إليها. ومثال آخر ممكن يفيد الأشخاص الحابين زيارة الهند لغرض السياحة والأشخاص الحابين السفر لمدينة جوا اللي تعتبر من المدن السياحية في الهند بسبب وجود عدة شواطئ وبسبب إقبال الأجانب بكثرة لهذه المدينة، اللي موسم الزيارة لهذه المدينة يبدي من الشهر العاشر وينتهي بالشهر الثالث، وهذه الفترة هي فترة زيارة السواح لهذه المدينة. وإذا زرنا مدينة جوا بوقت غير هذه الأشهر فراح نشوف المدينة خالية وراح انطباعنا عن المدينة يكون مختلف تماما. فأعيد وأكرر عن ضرورة الاستفسار عن موسم زيارة كل مدينة في الهند. والأمر الثاني اللي أحب أن تسووه أول ما توصلون للهند هو أن تشترون الشريحة الهندية وتأخذون السيم كارت أول ما توصلون للهند، ويفضل أخذه من المطار، وبعدها تقدرون تسوون كل شيء تحتاجوه وتسافرون لأي مكان تريدوا في الهند. والأمر الثاني اللي ضروري نخطط له قبل السفر إلى الهند هو ترتيب الاستقبال من المطار. وهنا عندنا خيارين، نقدر نعتمد على المواصلات العامة أو نقدر نعتمد على الأوبر مثلا، ونقدر نحجز سيارة خاصة وسائق شخصي، والحالتين بها فوائد وبها مضار. فمثلا استخدام المواصلات العامة واستخدام الأوبر ممكن مرات نصادف سائق سيء أو سيارة سيئة، ولكن بنفس الوقت استخدام المواصلات العامة واستخدام الأوبر راح يكون بتكاليف أقل من السائق الشخصي أو السيارة الشخصية. وفائدة السيارة الشخصية هي أنك راح تضمن السائق وراح تضمن نظافة السيارة. وحتى أوضح هذا الأمر أكثر خلي أعطيكم مثال عني أنا شخصيا. فمسافة أو أثناء التنقل من المطار إلى بيتي تكلفة التاكسي عن طريق الأوبر راح تكلف 1000 روبية تقريبا، بينما إذا أحجز السائق الشخصي اللي أعرفه وأعرف نظافته ونظافة سيارته راح يكلفني 1200 روبية، يعني الفرق 200 روبية فقط. وإذا أحجز سيارة الأوبر لازم أروح لموقف الأوبر وأنتظر مدة ممكن تكون 10 دقائق أو مرة توصل إلى نص ساعة حتى أقدر أحصل على سيارتي، بينما السائق الشخصي راح ينتظرني بباب المطار وأعرفه وأعرف نظافته ونظافة سيارته. لهذا السبب دائما أفضل حجز السائق الشخصي والسيارة الخاصة.
لكن هذا الأمر يرجع لك، وإذا كنت حاب توفر شوية فلوس فهنا تقدر الاعتماد على الأوبر لتوفير المال. لكن الأشخاص القازين زيارة الهند لغرض الأعمال أو لغرض العلاج أو لغرض السياحة فأنصحهم بالسائق الشخصي والسيارة الخاصة. والأمر الرابع ضروري نخطط له أثناء تخطيطنا لزيارة الهند هو اختيار السكن واختيار الفندق. وهنا ضروري ننتبه إلى أن المدن الهندية مدن كبيرة ومساحتها كبيرة، ممكن تكون أكثر من مساحة دول كاملة. لهذا السبب ضروري نختار الفندق القريب من مكان عملنا ومن المكان اللي حابين زيارته. وبالنسبة لتكاليف الفنادق فبالعادة الفندق اللي يكون في وسط المدينة يكون أغلى من الفنادق الموجودة على أطراف المدينة. لكن بالنسبة لي شخصيا وكرأيي الشخصي أفضل السكن بالفندق اللي يقع بوسط المدينة، حتى وإذا كان فندق 3 نجوم أفضله على فندق 5 نجوم لكن يقع في أنحاء المدينة أو يقع في مكان بعيد عن مكان عملي. حتى وإذا كانوا الاثنين بنفس السعر فدائما أفضل السكن بالفندق القريب من مكان عملي. هذا هو رأيي الشخصي، وطبعا لكم الحرية باختيار الفندق المناسب لكم. والأمر الخامس اللي ضروري ننتبه له أيضا أثناء ترتيب الرحلة للهند هو اختيار المرشد السياحي. المرشد السياحي وجوده في مناطق معينة يكون مهم جدا، ووجوده في مناطق أخرى يكون غير مهم وغير ضروري. فمثلا إذا زرنا تاج محل مرة ثانية، ما أعرف ليش أعطي مثل تاج محل مرة ثانية، يمكن لسبب تأثير هذا المكان علي وبسبب قصة الحب وراء بناء هذا المكان وهذا الصرح المعماري المهم اللي يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع. وإذا حابين أسوي لكم فيديو خاص عن هذا الموضوع وعن تاج محل فاكتبوا لي بالتعليقات، راح أصير مثل اليوتيوبرز البقية. إذا وصلت عدد التعليقات إلى 30 تعليق راح أسوي لكم حلقة خاصة عن تاج محل وقصة الحب وراء إنشاء هذا المكان اللي يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع. وحتى نرجع لموضوعنا، إذا زرنا تاج محل مع مرشد سياحي فالمعلومات اللي راح نعرفها عن هذا المكان خلال ساعة واحدة، يمكن إذا رحنا بحدنا وقضينا أسبوع كامل في تاج محل ما راح نقدر نعرف المعلومات اللي راح نحصل عليها خلال ساعة واحدة مع المرشد السياحي. وهذا هو من الأماكن الضروري جدا تواجد المرشد السياحي معنا للتعرف على القصص وراء بناء هذا المكان. أما بالنسبة لأماكن أخرى مثل زيارة المولات أو التسوق أو زيارة المطاعم أو المنتزهات والحدائق فهنا لا يوجد ضرورة للمرشد السياحي، ونقدر نروح ونستفسر من الإنترنت ونبحث ونروح بنفسنا ونجرب. وبالنسبة لموضوع المطاعم فأقدر أقول أن المطاعم العربية موجودة بأغلب المدن الهندية، خصوصا مدن مثل مدينة مومباي ومدينة بانجلور والعاصمة الهندية دلهي. وأتمنى من كل الأشخاص اللي عندهم مطاعم في هذه الأماكن أن يكتبوا لي أو يكتبون بالتعليقات حتى الناس تشوفها وتقدر تستفاد وتزورهم وتجرب أكلهم. وعني أنا شخصيا أقدر أقول أني جربت حوالي 90% من المطاعم العربية الموجودة في الهند، وأقدر أقول أن الطعم طيب والطعم ممتاز، لكن مو هو نفس الطعم اللي موجود في دولنا العربية. ويمكن السبب يكون اختلاف التوابل، اختلاف البهارات، واختلاف مرات حتى الفواكه والخضروات تختلف طعمها يختلف في الهند. ممكن يكون هذا السبب، الأكل يكون شوية مختلف لكن يبقى أكلنا العربي أكل طيب. وحتى ما أكمل عن الأكل وحتى ما تتحول قناتي إلى قناة أكل ومطاعم، وبما أنه زرت الهند ضروري جدا أن تجربون الأكل الهندي، وضروري جدا أن تنتبهون إلى أن كل مدينة بها أطباقها الخاصة ومطاعمها الخاصة تختلف من مدينة إلى أخرى. وإذا حابين تجربون الطبق المشهور في المدن الجنوبية في الهند فضروري تجربوها من مناطق في جنوب الهند ومدن جنوب الهند، وأكل الشمال اللي يكون مختلف تجربوه من مطاعم في المدن الشمالية لأن الطعم أكيد راح يكون مختلف. فحتى تحصل على الطعم الأصلي ضروري تجربه من أهله الأصليين. وعندنا مثل بغداد يقول أخذ الخبز من خبازة. وأمر ثاني تقدرون تجربوه أثناء زيارتكم للهند هو تجربة الستريت فود والأكل من الشوارع والأكل السريع. وأكو مناطق عديدة وأكو شوارع كاملة توفر هذا النوع من الأكلات السريعة.
واللي يمتاز بطعم جيد وبتكاليف قليلة وضروري تزوروه خصوصا الفئات العمرية الشابة. والموضوع الأخير اللي أحب أن أشاركه وياكم هو التسوق، والتسوق من المولات أو التسوق من الأماكن السياحية بالغالب يكون بتكاليف عالية، وتقدرون تحصلون على نفس البرودكت وتقدرون تحصلون على نفس المنتج من المناطق الشعبية والأسواق الشعبية لكن بنصف السعر. وهنا وصلنا إلى النهاية، ومع تمنياتي لكم برحلة سعيدة إلى الهند، وإلى لقاء آخر، تحياتي لكم وفي أمان الله.